في هذا العدد نتابع حدث انعقاد الدورة الاستثنائية السياق الذي تأتي فيه هذه الدورة وأهم القوانين التي تمت المصادقة عليها. تحقيق العدد يتتبع العاملات الزراعيات المغربيات بحقول الفراولة بالجنوب الإسباني، ظروف اشتغالهن، وكذلك الإجراءات الجديدة من أجل الحد من المشاكل التي يقعن فيها. فقرة ثلاث أسئلة إلى نسلط الضوء من خلالها على الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الرعاة الرحل اتجاه بعض ساكنة الأقاليم الجنوبية، الحلول المقدمة، وكذلك تداعيات هذه الاعتداءات. كواليس الحلقة تتبع الدبلوماسية البرلمانية من خلال زيارة رئيس لجنة الصداقة العمانية المغربية إلى مجلس المستشارين. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. الحدث الأبرز خلال هذه الحلقة هو انعقاد الدورة الاستثنائية بالبرلمان تكسر حاجز الصمت الذي يفصل بين الدورة الخريفية والدورة الربيعية. نتابع السياق التي جاءت فيه هذه الدورة الاستثنائية وأهم القوانين التي تم تمريرها خلال هذه الدورة. الأرخى مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بظلاله على هذه الدورة، خاصة مع بحث الفرق البرلمانية على التوافق حول هذا المشروع. كل هذا ضمن تقرير المجلة. قبل حوالي 4 ساعات تقريبا من عقد هذه الجلسة، دار في الكواليس انسحاب رئيس فريق العدالة والتنمية من اجتماع ندوة الرؤساء وتراجعه المؤقت عن اتفاق حول التصويت على القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ليدخل النواب بنقطة واحدة إلى هذه الجلسة تتعلق بمشروع قانون المتعلق بالضمانات المنقولة. مشروع قانون الضمانات المنقولة هو مشروع بالأهمية بمكان، تمت المصادقة عليه بالإجماع سواء داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أو اليوم داخل الجلسة العامة. يهدف هذا المشروع بالأساس لتعزيز وتحسين تنافسية مقاولاتنا، خصوصا مقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، من خلال تسهيل ولوجها إلى مختلف مصادر التمويل. كذلك يهدف هذا القانون لتعزيز ضمانات تمويل الاستثمار من خلال إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي سيدبر من طرف وزارة العدل، والأساس الغاية منه هو ضمان الشفافية لمختلف المقاولات. صوتنا اليوم كان بالإيجاب على هذا المشروع قانون لأننا نادينا به أكثر من مرة، لانه غادي يكون تحفيز للمقاولات وتشجيع ديالهم حول الانعاش ديال الاقتصاد الوطني. وبطبيعه الحال كنعرفوا ملي كيكون نشاط اقتصادي ناجح راه كيساهم في خلق مناصب للشغل، ولان السبيل الوحيد في اخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجه هو تشجيع الاستثمار. وما تصويتنا على هذا القانون الا خير دليل على اننا مع الاشياء الايجابيه اللي كتجيب بها الحكومه. مشروع القانون هذا مر في ظرف قياسي لإخراجه في أقرب الأجل لتحسين تموقع المغرب في سلم مناخ الأعمال عالميا، مشروع سيعطي موارد مالية جديدة للمقاولات عبر ضمانات أخرى منقولة. الحالة الاقتصادية تعبر عن ذلك، لأن الحالة الاقتصادية هي في تعثر في حد ذاته نظرا لصعوبة المقاولة، وهذه صعوبة المقاولة نظرا للمشكل الأساسي والضمني اللي فيه هو بأن منقضي السيولة، عدم السيولة المادية. إذن هاد المقاولات هادي جاو باش يعطيو واحد الضمانات اللي هي منقولة، ماشي بالضبط باش تكون بأن ضمانات عقارية أو غير ذلك. حتى بالنسبة اللي باش يكون عندك مشروع راه في حد ذاته يعتبر ضمانة، أما وسائل النقل حتى هي ضمانة، وسائل غير بأن معقرة حتى هي تتسمى ضمانة. هناك ابتكارات يعني فيما يخص اصدار هذه المساطر على انها باش تسهل يعني على المستثمر وتسهل يعني واحد المجموعه ديال مردوديات العمل اللي في حنا على المستوى ديال البرلمان يعني كنعملوا جاهدا بكل المرافق. والحمد لله اليوم كنشوفوا على انه هذا القانون تم التصويت عليه بالاجماع لا اغلبيه ولا معارضه، وهذه هي الغيره الوطنيه اللي كيمكن نبلوروها في انشاء يعني واحد المجموعه ديال المساطر اللي هي كتغني النقاش واللي كتعطي واحد الخطوط يعني ديال الطرق من اجل التكميله ديال المسار الاستثماري بلدنا.
اليوم كيمكن تدخل ديكونت، كيمكن تدخل الحساب، كيمكن تدخل الصفقات، كيمكن تدخل من غير العقار، امور كثيره جدا، وهذا غادي يعاون المقاولة الصغيره والمتوسطه. علاش ما ناقشوش الموضوع ديال التحريم اليوم ما ندوزوش اللجنه هذا خصك تسول عليه ندوه الرؤساء، ما انا رئيس لجنه الماليه. هذا وكان مجلس النواب خلال هذه الجلسة على موعد مع التصويت على مشروعين آخرين بالإضافة إلى المشروع المتعلق بالضمانات المنقولة. الأمر يتعلق بالأراضي السلالية والمشروع الأكثر إثارة للجدل المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. العاملات المغربيات بحقول الفراولة بالجنوب الإسباني هن تحت الضوء من خلال تحقيق هذا العدد. نتعرف من خلالهن على ظروف اشتغالهن بهذه الحقول، وكذلك ما هي الحلول والإجراءات المقدمة هذه السنة من أجل تجاوز المشاكل التي وقعنا فيها العام الماضي، وكيف يقارب مسؤول البلدين هذا الموضوع. فريق المجلة انتقل إلى مدينة هويلبا بالجنوب الإسباني وتابع اشتغال العاملات الزراعيات المغربيات هناك، تحقيق مع الزميل أمين الخالدي بصورة رضوان بوعروق. نحن هنا في إحدى ضيعات الفراولة في منطقة بويلبا بالجنوب الإسباني. هنا تشتغل حوالي 800 امرأة عاملة مغربية بشكل موسمي من أصل أزيد من 19,000 عاملة كانت من المفترض أن تصل إلى إسبانيا برسم موسم 2019. حلم وهدف واحد يجمع بينهن، دعم أبنائهن. كنخدم على وليداتي، عندي 4 الوليدات، بغي نقريهم، بغي نحقق لهم هذاك الحلم اللي ما تحققش لي أنا ما قريتش، يعني باغيين حقوا ليهم هم معايا. كنحس بوليداتي، انا حاليا البارح بيت كنبكي لواحد البنيته عندي مريضه صغيره عندها 3 سنين، يعني بقات فيا عزت عليا وبكيت تنعس تداني نعس بقيت كنبكي عليها، يعني ولكن الظروف اللي جابتني هنايا. هذا الموسم عرف نوع من التأخر المتمثل في التحاق العاملات المغربيات، فلم تصل في الدفعة الأولى سوى 5,000، أي حوالي 26% من الرقم الإجمالي، بسبب بطء مصادر منح التأشيرات أو بطاقة الإقامة، ومن يصل يبدأ مباشرة في التحاق بعمله. كنقري ولدي خرج من الدراسه، المهم بغيت نعاونو نشوف ندير لي شي مستقبل، بنتي مازال هذا العام عندها 6 زماني، المهم كنعاونو ونقريهم يكونوا ما نشوفهم في احسن صوره، يكونوا احسن منا ما يعيشوش كيف ما عشنا. الجديد في هذه الضيعات هم أصحاب البدلات الحمراء، هم مستشارين ووسطاء بين العاملات وأصحاب الضيعات. مهمتهم تكمن في تقديم المساعدة للعاملات المغربيات من قبيل شرح طريقة الاشتغال والترجمة والتبليغ عن أي مضايقة وغيرها من الأمور. حنايا كنعاونوهم باش اي مشكل توقع لهم حنا كنحلهم المشاكل ديالهم، المشاكل اللي كيوقع في الخدمة ما يعرفوش يخدموا ولا شي حاجه، كنعاونوهم باش يتعلموا يخدموا، المشاكل اللي كيوقع بعضياتهم كنحاولوا باش يكون شي تفاهم باش هاد 3 شهور ولا 4 شهور اللي كيقعدوها تبقى مزيانه، يعني يفوتوها مزيان. سلوى هي الاخرى تشتغل مستشاره في خدمة العاملات. هذه المبادرة أطلقتها جمعية أنترفيستا، وهي جمعية منتجي الفواكه الحمراء بإقليم الأندلس، وهذه أدوار أخرى تقوم بها سلوى. كيسولوني شنو هما الحقوق ديالهم، شنو هما الواجبات ديالهم، الا كانت عندهم شي مشكله في المعاشره ولا شي حاجه كنساعدهم، كندخل بيناتهم، اي احتياجات عندهم كنوفرهم ليهم، مثلا الا بغاو يمشيو للبنكه نمشي معاهم للبنكه، نصايبوا مسائل ديال كونت الحساب ديالهم، ولا الا كانت عندهم شي مشكل مع مثلا خصهم يمشيو للطبيب. هذا السيد اسمه مارتن، هو صاحب هذه الضيعة، يستقبل الوفد المغربي المكون من وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة التشغيل ومؤسسة الثقافة الثلاث. يتوفر مارتن على ضيعة لإنتاج الفراولة تصل إلى 125 هكتارا و300 هكتار أخرى لإنتاج فواكه أخرى. بالنسبة إليها العاملات المغربيات هن الحلقة الأساس في سلسلة الإنتاج. جواد قواق يستمع هنا إلى ظروف اشتغال العاملات المغربيات. هذه المزرعة هذه خصها تكون كمثال المزارع الأخرى اللي فيهم المستوى جيد جدا، وكما ذكرنا مع مول الفيرما قلنا بأنه عنده الغرض بعاملات أخرى يجيو في زعما في
يجيو في اقرب وقت ممكن باش يخدموا، حيت كاينه الخدمه، كاينه الخدمه، وهو كيشيد بالعمل ديال العاملات المغربيات، كيقول لنا بان المغربيات عندهم كيخدموا مزيان ملتزمين. هنا في هذه المنازل تقطن العاملات المغربيات. صاحب هذه الضيعة أراد أن يجعل من ضيعته نموذجية في كل شيء. بالنسبة لما تنقلته بعض وسائل الإعلام حول تعرض بعض العاملات المغربيات إلى مضايقات أو تحرش، تقول النساء هنا إنها حالات معزولة. مرتاحه هنايا، مرتاحه في الخدمه ولا كل شيء، مرتاحه، ما كاين حتى شي مضايقه، ما كاين حتى شي حاجه. اللي بغى يخدم على راسه كاينه الخدمه، موجوده الخدمه، واللي بغى يتفلى راه على برا، كل واحد حر في راسه، اما شي حاجه ديال بزز ما كاين حتى شي حاجه. بعد استفادتهن من الشغل والسكن، صار بامكان المغربيات اليوم بعد انتهاء من يوم شاق ولوج حجرات الدراسه لتعلم اللغه الاسبانيه. هنا الطرفين ميام وفاتحة يصول دي ماروكوس تنجو تريس مينيو دوس مينيو ونامينيا محمد ياسين غامية. تعلم شوية كيفاش نتواصل، نقول سلام، من كيفاش نهضر، إذا كنت مريضة نقول لك كيفاش راسي دارني، هكا بحال دابا أولا بونا دياس بونا طاردي بونا نوتشي اديوس استالويغو. واش اول عام اللي كتجي؟ لا ماشي اول عام، دابا هذا الثالث من عام عند هنا في اغرو مارفين. شنو اللي حسيتي براسك تعلمتيه؟ شويه حسيت براسي تعلمت مزيان، يعني بديت كنتواصل معاهم، هادي شحال ما كنتش كنعرف، دابا حاليا كنتواصل شويه. يعني نعرف راسي حكا ندخل الميركادو، نعرف الاثمنه، نعرف كيفاش نتواصل معاها، نشوف الثمن بلا ما تقول لي هي. لا كلا كان راسي دارني نمشي للفارماسيه نقول لي شنو عندي. هنايا تيقريونا تمشيو مثلا بحال نتقداو ريوسنا، نمشيو نقدروا نمشيو للطبيب بالريوسنا، البنك نقدر ندخل ليها نجبد فلوسي راسي نصيفطهم للمغرب راسي، يعني ما بلا ما نطلب شي واحد. يعني في الحاله شحال من عام وانتي كاينه؟ دابا تقريبا هذا هو العام 11 عام وانا تنطلع لهاد الفينكه هادي. مزيان، ملي كتوقع لك شي مره الله يسر كتمرضي ولا شي حاجه، واش كتخلصي داك الوقيته؟ اها تنتخلصوا، يعني الا طحتي في الخدمه ومرضتي تتقص داكشي اللي قصتي فيه تتخلص فيه. يعني ملي تعطيك الطبيب مثلا باخه ديال الخدمه الوقيته داكشي ديك المده اللي كنتي جالس فيها تتخلص فيها، يعني ملي تترجع تخدم يعني تتخدم تتخلص عادي. حسب القانون الاسباني حاله العاملات حقول الفروله الموسميات مثلهن مثل باقي المستخدمين الاسبان بدورهن، يتوفرن على تغطيه صحيه تقتطع من الاجر، وفي حاله تعرضهن لمرض فهن يستفيدن من اجرهن كاملا. عند قدوم العاملات المغربيات إلى الضيعات الفلاحية لدينا ثلاث حافلات رهن إشارتهن لنقلهن لقضاء احتياجاتهن الخاصة سواء للتطبيب. وأيضا النساء المغربيات لديهن نفس الحقوق على غرار المواطنين الإسبان، أما إذا زادت مدة المرض على 3 أيام فالدولة الإسبانية هي من تتكفل بتعويضهن. في هذا الحي بمدينة إشبيلية الإسبانية يوجد مقر مؤسسة الثقافات الثلاث التي كان قد أنشأها الراحل الملك الحسن الثاني والملك الإسباني عام 1992-1900. هذه المؤسسة بدورها أصبحت تواكب العاملات المغربيات خاصة في الشق الثقافي والاجتماعي. مؤسسة الثقافة الثلاث تشتغل أيضا في مواكبة العاملات المغربيات. من منظور المؤسسة هؤلاء العاملات عندما يأتون إلى منطقة أندلسيا فهن يساهمن في تنمية الإقليم عبر الاشتغال. في المقابل علينا أن نمنحهن أنشطة ثقافية لتوفير راحة لهن إلى جانب عملهن. إذن مؤسسة الثقافة الثلاث أصبحت تحتضن لقاءات المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسبان. هنا الموضوع حول تأخر وصول عدد كبير من العاملات المغربيات. هذا التأخر يمكن أن يؤثر على تسويق الفراولة الإسبانية من خلال تأخر دخولها إلى السوق الأوروبية. D'autant plus que durant des années, nous avons géré ce dispositif de placement à l'international qui reste très exemplaire. Qui est le fruit du concours d'un certain nombre d'interventions de part et d'autre, qui a fait que nous avons quand même le mérite d'avoir un modèle
que d'autres pays souhaiteraient également implanter à leur niveau. Tengo del plan que puede desglosar un poquito brevemente en qué está consistiendo la puesta en funcionamiento que hemos tenido esta campaña, pero no me gustaría despedirme sin decir que la importancia de lo que ha aportado en el debate ha sido mantener un diálogo fluido. بالنسبة لأهمية الباترونة التي تعمل وتستثمر في مجال الفواكه الحمراء، هذا اللقاء هو مهم بالنسبة إلينا لأنه يبين ما لنا وما علينا، لا فيما يخص العاملات ولا فيما يخص أصحاب الشركات، لأن نحن والمغاربة هدفنا واحد هو حسن وسير هذا القطاع. En lo que es el sector de los frutos rojos y por lo tanto ese funcionamiento adecuado y esa base social permite que año a año haya una simbiosis entre los trabajadores contratados en origen que vienen del Reino de Marruecos con el tejido empresarial fundamental para el funcionamiento de las empresas. مدير التعاون الدولي والدراسات بوزارة الجالية يقدم هنا جانب المواكمة الذي يقوم به الطرف المغربي من خلال إلى أهمية كبرى للشق الاجتماعي والثقافي. تهدف الاتفاقية إلى وضع برنامج المواكمة والدعم للعاملات الفلاحيين النساء اللي غادي يجيو يخدموا هنايا في إسبانيا في هذه الفترة هذه اللي كتمتد إلى فترة الصيف. وهذه السنة هذه وضعنا برنامج متجدد، برنامج فعال باش نواكبوا الوضعية ديال العاملات هنا في إسبانيا ونعطيهم الفرصة باش يحسوا بأن الجانب الإسباني والجانب المغربي وراءهم في حالة إذا كانت شي مشاكل حنا غنكونوا راه الإشارة باش نحلوا لهم المشاكل، ولكن كذلك وهذا هو الأهم بأنه غادي يكون هذه السنة هذه غادي يكون برنامج الدعم الثقافي والاجتماعي. هذا البرنامج التضامني والاجتماعي يهدف إلى تحقيق اندماج العاملات المغربيات في محيطهن الإسباني، فهن لا يقلن أهمية عن باقي النسوة المغربيات المقيمن في دولة إسبانيا. حالة جميلة قمور أصبحت اليوم مالكة شركة للمعلومات والاتصالات. اولا الاندماج ديال المراه على حسب التقاليد والمشاكل اللي كتجي معها من المغرب، وحنا طريقه الخدمه ديالنا هي اننا نحاولوا نساعدوها تما في بلادنا في المغرب، نعطيوها معلومات ونعطيوها طرق اللي غادي تقدر تطلب بهم الحقوق ديالها. عند الحقوق ديالها هنايا 100% وغير خصها تجي وتطالب بهم وتحاول تندمج في ورغم انها كتخدم في الحقول، رغم انها مراه قرويه او لا اي ميدان. دائما غير بعيد عن حقول الفراوله، وبمدينه اشبيليه توجد مينا طبيبة مغربية وعضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. بحكم عملها تقول أنها دخلت في اتصال منذ عدة سنوات مع العاملات المغربيات، هي اليوم تطالب بتكويهن قبل وصولهن إلى أماكن اشتغالهن. Y el gestionado en femenino y el día que Marruecos en particular. هي يا كيخص نخدموا على دابا الاندماج ما بين المغاربه مع بعضياتهم، المغاربه اللي هما قاطنين هنايا في هذه المده والمغربيات اللي تيجيو للعقل المسلميه، لان هذه منها كيفين كتبدا لحقاش بهذيك الطريقه كيلقاو هما يا كيساعدوهم وكيديروا اليد في اليد باش يمشيو معاهم القدام. الاندماج كيخص الاندماج ما بين الاجانب نفسهم، وفي هذه الحاله قلت لك ما بين المغربيات والمغربيات، ما بين المغاربه والمغاربه، وكنطلب انا من الرجال المغاربه باش يعاملوا هذوك النساء كخواتاتهم. كيخص واحد يشوف اي مراه جات من واحد الظروف صعيبه وخلات وليداتها وخلات العائله ديالها وهذا، يعاملها كانها اخته او لا بنته اللي جات تشتغل. إذن بعد هذا اللقاء ألح الجانب الإسباني على الرفع من الكوطة المخصصة للعاملات المغربيات لكونهن أثبتن التزامهن وجديتهن في العمل، وطلب في المقابل أصحاب الضيعات من الرفع من المدة المخصصة لهن لتصبح حوالي 8 أشهر بدل 4. وكانت هذه أبرز توصيات هذه الزيارة. ناقشت لجنة الداخلية بمجلس النواب موضوعا متعلقا بالاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الرعاة الرحل اتجاه ممتلكات بعض ساكنة الأقاليم الجنوبية. نتابع تداعيات هذه الاعتداءات
والأسباب التي تؤدي إليها، وكذلك الحلول التي تقدم بها النواب وكذلك القطاع الوزاري الوصي. أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى السؤال الأول للسيد سعد الدر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. ما هي أبرز مضامين هذا القانون الذي تناقشونه داخل لجنة الداخلية المتعلق بالرعي الجائر؟ طبيعة الحال كان هناك مجهود كبير ما بين المؤسسة البرلمانية والحكومة من أجل إخراج قانون لتنظم هذا الرعي بفضائه وبممرته. اليوم بعد إصدار المراسم التطبيقية كان مفروض أنه هذا القانون يتطبق بحذافيره، مع الأسف تأخير في تطبيقه جعل أنه هناك واحد العدد الاصطدامات، واحدة هي المعاناة من طرف الساكنة، ومن طبيعة الحال هاد الرعاة اللي حقيقة كما قال السيد الوزير أنه راه ما بقاوش رعاة تقليديين ولا مقاولات اللي هي تجرم معاهم الآلاف. احنا ماشي ضد، بالعكس هذه صناعات يخصن شعوة، ولكن ماشي على حساب ساكنة اللي الآن تعاني من هذه الظاهرة هذه. نفس السؤال بالنسبة للسيد الغازي عبد الله، عضو فريق تجمع الدستوري بمجلس النواب. درنا طلب تقريبا واحد الشهر نهار 11 مارس على إثر الاعتداءات، تجدد الاعتداءات في إقليم تيزنيت خاصة بجامعة أربع الساحل، واليوم اللجنة الداخلية مشكورة استجبت للطلب ديالنا ديال فريق تجمع الدستوري، وتناقشوا اليوم هالتطورات بحضور السيد وزير الداخلية. هالتطورات اللي كتجي اللي هي ميدانية، اللي هي في هاد مساحات ديال التماس بين الساكنة المحلية وبين هاد الرعاة الرحال في إطار ما سميناه دائما بالرعي الجائر وليس الرعي المتعارف عليه في الأعراف ديالنا. اليوم اللجنة الداخلية حطناها علما وحطنا وزير الداخلية بالملابسات ديال هذا الموضوع، وتناقشوا شنو هي السبل لمواجهة هذا الوضع الغير السوي الغير المستقيم. وظنيت أن السيد وزير الداخلية استوعب والتقط والقناع على علم بهذه الإشكالات هذه. السؤال الثاني، ما هي أبرز المستجدات يعني هذا القانون على ماذا أتبع؟ قاعد يصعب باش في بعض بعض توانين نفصل في هذا القانون، ولكن الأساس فيه هو أنه يحدد الفضاءات اللي هي غادي يكونوا مجهزين بجميع الوسائل باش يكون فيه ما يكفي من الكلاء، يكفي ما يكفي من الماء من أجل استقبال هاد الرعاة هادو. طبعا كذلك تحدد الممرات وتحدد طريقة باش غادي تدبر هاد الممرات، ولكن هاد الشيء كله لابد من لجان إقليمية واللي هي تتجتمع بشكل باستمرار من أجل تحديد هذه الممرات ومن طبيعة الحال مواكبة تطبيق هذا القانون. الآن كاين اجتماع بعض الأقاليم ولكن لم يتم إلى الآن التطبيق اللي كان مفروض أنه يدير الحد لهذه الظاهرة هذه. هذا القانون سنعتبره أنه جاء بناء على واحد الطلب اجتماعي، طلب محلي، اللي بعد واحد الأحداث كانوا هذه تقريبا واحد 10 سنين في سنة 2011 بالضبط دائما في إقليم تيزنيت، اللي كان واحد المطلب بإنشاء ترسانة قانونية خاصة بتنظيم الرعي والترحال. هذا القانون صادق عليه في 2016، والمستجدات اللي فيه أنه رصى وأسس الآلية ديال الحكمة سواء على المستوى الوطني والجهوي ولا حتى المحلي الإقليمي، كذلك أسس لواحد المنظومة ديال العقوبات الزجرية والضبطية ديال القطاع، وخلى كذلك واحد النوع ديال المقرؤية، واحد النوع ديال الموضوع الوضوح في تكون في هذا الحقل ديال الرعي وديال
ديال الترحال. السؤال الأخير، ما هي أبرز الحالات التي عرفتها منطقتكم؟ المؤثرة هو أنه السكينة يعني مهددة في قوتها اليومي، مهددة في أمنها، مهددة في ما هو الآن ما هو معروف على هذه المناطق اللي هي يعني محافظة واللي هي يعني عندها واحد 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 يعني الحرص على تقاليدها. هذا الشيء كله ولينا تنشوفه مع الأسف الشديد بهذه الاجتياحات يهدد يوميا. هو هذه السنة كانت سنة جافة على غرار السنوات الماضية، لأنه ولا الجفاف هيكلي، وكاين توافد قطعان جد مهمة ديال الكسيبات ديال سواء ديال الغنم والمعاز وحتى ديال الجمال. وبالطبع ملي تيكون هذا النزوح اكثر من الطاقة ديال المنطقة كيكون ترامي وهجوم على ممتلكات الغير، خاصة المحاصيل الزراعية، الأشجار المثمرة، خاصة شجر الأرقان، كناري الصبار وغيرها. بالطبع تيكونوا الساكنة كتكون مضطرة باش تخرج تدافع على دفع الكسيبة، هاد الكسيبة على الأملاك ديالها، وكيوقعوا مواجهات. هاد المواجهات كيكونوا أحيانا خارج السياق، خارج السيطرة. لحسن الحظ كاينين السلطات المحلية والأمنية، الدرك، القوات المساعدة ومختلف الأجهزة كتدخل باش تفصل بيناتهم، ولكن كيبقى هذا الجو ديال لا امن ولا استقرار تيخيم على الوضع. وتنطالبوا في اللجنه بتفعيل القاعده القانونيه، والقانون هو اسمى تعبير عن اراده الامه. يقوم رئيس لجنة الصداقة العمانية المغربية بزيارة إلى المغرب، وبالضبط إلى مجلس المستشارين في إطار العلاقات الدبلوماسية. نتابع طبيعة هذه الزيارة وكذلك مستوى التعاون بين البلدين، ومن جهة أخرى أهم النتائج التي خرجت بها هذه الزيارة. كل هذا ضمن كواليس الحلقة. البرلمان العماني في ضيافة مجلس المستشارين عبد القادر بن سلمى الذهب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العمانية المغربية قام طيلة أيام هذا الأسبوع بعدة لقاءات، الهدف منها هو الاطلاع على التجربة المغربية في المجال التشريعي وتثمين الشراكات البينية. هذه الزيارة تمثل بالنسبة لنا فرصة سانحة للتعرف على تجربة المغرب الثرية في مختلف المجالات، والتقدم الذي تشهده المغرب في مختلف أيضا المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. وسوف تغنينا هذه التجربة وتثري أيضا خبراتنا وتجاربنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرسمي. فزيارتنا على أي حال تأتي في نطاق العلاقات المشتركة وفي نطاق لجنة الصداقة العمانية المغربية البرلمانية. هذه الزيارة تأتي بعد زيارة سبقا قام بها رئيس لجنة الصداقة المغربية العمانية إلى مسقط لتنسيق المواقف في المحافل الدولية والاطلاع على التجربة المغربية ما بعد دستور 2011. لتر انتباه ديالي يعني من خلال الزيارة سلطنة عمان والحب ديال الإخوان ديالنا والأشقاء ديالنا المغاربة والمساندة ديالهم للقضية الوطنية والمرافعة ديالهم على القضايا العربية بجميع أنواعها، كذلك الانفتاح ديالهم على الشراكات الاقتصادية والسياسية بين سلطنة عمان والمغرب. الرسالة اللي بغينا نوصلها للأشقاء ديالنا هو من بعد تعديل الدستور 2011 المغرب أعطى صلاحيات كبيرة ومهمة للجهات والأقاليم والمجالس المنتخبة من أجل تدبير شؤونهم بأنفسهم، ولهذا بغينا الإخوان ديالنا يوقفوا على التجربة المغربية عن فعل المكر. ميناء طنجة المتوسط وتجربة الجهوية المتقدمة والقطاع الفلاحي مجالات استأثرت باهتمام البرلمانيين العمانيين عبر انتقالهم إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة للاطلاع عن كثب على طريقة تدبير هذه القطاعات. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة. الشكر موصول أيضا إلى طاقم البرنامج الذي سهر على إعداد هذه الحلقة. نهاية أسبوع موفق رفقة برامج قناتكم دزم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.